بس انا عايز اسالك بقى، ايه اللي حصل في الطرقات؟ بمعنى ان احنا كنا بنشوف الكابتن خطيب بيقف كتير مع انفنتينو مثلا مرتين ثلاثه مثلا، وجبنا شويه حاجات من هذا الامر. هل كان في هناك كلام على انتوا ظلمتونا، انتوا عملتونا، انتوا كذا؟ طبعا لا، كان في كلام كتير جدا على فكره تعرض الاهلي لظلم كبير جدا. ايه كانت فكرتهم؟ انا عايز افهم ايه الفكره بتاعت الاتحاد الدولي. لا، والمبررات غير مقنعه والتضارب دايما بيلقوا الكوره في ملعب الاتحاد الافريقي، انه اصر على الميعاد بتاع الكاميرون وعدم جاهزيه الكاميرون حتى لاستضافه البطوله. لا، خلينا نتكلم في رد الفعل فيما بعد. اوكي، انه الاتحاد الدولي بدا ينتبه لخطوره الموقف، وبالتالي في السنوات القادمه سيتم تعديل نظام البطوله. من مشاهد برضو اللي تؤكد على قيمه الاهلي، المشاهد اللي حصلت داخل الملعب بعد انتهاء مراسم التتويج، لما الناس تتوجه لموسيماني، يعني توخيل المدير الفني لتشيلسي اصر على التوجه لموسيماني بمجرد انه شافه. اصر على التوجه، هو اللي راح انا كنت واقف. يعني الصدفه قادتني بشكل كبير جدا، ان انا كنت الوحيد اللي موجود، ان كل الناس انصرفت يا كريم، وحتى مسؤول الاتحاد الدولي بداوا كمان ان هم يبعدونا عشان ننصرف احنا كمان، يعني اوكي، مع اصرار على الوقوف وموسيماني، انه كان عاوز يشوف المشهد كاملا. تخل اول ما شاف موسيماني بصراحه توجه اليه مسرعا، يعني واتكلم معاه، انا كنت واقف طبعا، اتكلم معاه بشكل كويس جدا عن الاهلي، واكد ان هو يتابع مباراه الاهلي، واكد على قيمه المدرب ونجاحه في البطوله. ده مشهد من المشاهد المهمه، قيمه موسيماني. طبعا. اوكي، لما كانتي يطلع من الملعب بعد ما استلم الميداليه واحتفل مع زمايله، ويطلع يتوجه لموسيماني ويصافح موسيماني، كانتي وانا كنت واقف يا كابتن اسلام، وساله بشكل مباشر جدا عن ديانج. كنت اتوقع لما يسال عن ديانج يا استاذ محمود يقول له اللاعب بتاع نص الملعب بس، او الديفندر اللي عندك، او رقم كذا. لا، كانتي سال موسيماني بالاسم عن ديانج. طبعا احنا عارفين ان كانتي من اصول ماليه وديانج مالي، فسالوا عليه بالاسم، قال له اليو ديانج. وحتى موسيماني يعني استغرب، حتى كتب كده، طلب مني موسيماني ساعتها ان انا اساعده ان احنا نجيب ديانج من بره، لان كل الناس طلعت. اوكي، فطلعت في الطرقه. طبعا ده امر صعب جدا، انا مسؤول الفيفا بيستعجلوك طول الوقت عشان تطلع بره. فلجأت للواء علاء اللي هو مدير المنسق الامني ومدير امن الاهلي بالجزيره، كان موجود الراجل بصراحه، ساعدنا مساعده كبيره جدا، وطلع وجاب ديانج. كانت قصه يعني قصه كبيره في وجود الاستاذه حنان الزيني اللي بشكرها على دورها. وكان لازم، كان لازم ده يحصل، لان اصرار كانتي على مقابله ديانج بهذا الشكل، كان لازم يقابله من ناحيتنا برضو اصرار على ان المشهد يكتمل. حتى لو تلاحظ بالصوره الموجوده انا بصورهم، ده الحوار اللي حصل الاول ما بين كانتي وموسيماني على فكره الاهلي وموسيماني، ثم طلب منه مقابله ديانج. ده يؤكد على قيمه الاهلي.